هاي شي مرة كنتوا عم تحكوا تعابير لبنانية قدام شخص أجنبي وما قدرتوا تترجموها؟ عدد من المفردات والجمل اللبنانية ما بتترجم وصعب يفهمها حدا إلا اللبناني على طرف لسانه. عبارة بيستعملها اللبناني لما يكون عم بيحاول يتذكر شي يعرفه ونسي مؤخرا. نجوم الظهر بيظهروا بس بلبنان. كمان تعبير لبناني مقصود فيه المستحيل. بلة البحر عبارة كتير بيستعملها اللبناني لما بيكون مصر على رأيه وغيره معارض. بالواقع ما حدا في بلة البحر وجملة تستعمل كبديل عن ما بيهمني وما فيك تعمل شي. إذا صار ما صار احكيني. من الجمل يلي بنستعملها بشكل يومي وبتعني إذا جد شي خبرني. هلا شو يلي ما صار؟ ما حدا بيعرف. مين قال تعبير بصلتك محروقة مقصود فيه مستعجل وعلى الأرجح مصدره حدا معجوق حرق البصلة هو عم بيطبخ؟ أنا قال. شوفكم بكره.